كل واحد فينا يبقى عنده قناه مخصوصه ليه، احنا ندمج القنوات مع بعض هيبقى. لان بصوا انا بفكر، انا بتكلم معاك اخواتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورجعنا لكم فيديو جديد نار جدا. النهارده يا جماعه جايب لكم خبر، يعني هو مش وحش، هو حلو جدا، هو حلو بالنسبه لنا. بدل ما كل واحد فينا، ده بقى المفاجاه الجديده، يعني ما كل واحد فينا يبقى عنده قناه مخصوصه ليه، احنا ندمج القنوات مع بعض هيبقى. لان بصوا انا بفكر، انا بتكلم معاك اخواتي، تمام؟ احنا اكننا اكننا عائله مع بعض. فانا لما باجي اتكلم بتكلم بصراحه، تمام؟ احنا نخلي القناتين واحده لكل المحتويات اللي احنا بنعملها في بلوجات، مثلا بنروح في حته بنجرب حاجه جديده، بنعمل مقالب، ممكن خلي بالكم في الفتره الجايه فيديوهات كوميديه، تمام؟ الثانيه تبقى كوميديه جامده، استنوا مفاجآت كتير. الثانيه باذن الله انتوا هتلاقي دلوقتي واحد تتفرج على الفيديو هتلاقي الاسم اتغير، تمام؟ والصوره برضو اتغيرت. الثانيه هتبقى قناه جيمنج بس، تمام؟ لسه بقى هعدل له شويه ببجي، عشان هو طبعا تقريبا ما لعبش ببجي دي غير 3 ايام. ماشي. النهارده بقى حبينا برضو ان احنا واحنا بنفاجئكم فيلم تابعونا، ماشي، دوس اشتراك ولايك، عشان في مفاجاه جامده 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 جدا، في مفاجات كتير ومش بس مش هحرقهم كلهم، وخلي بالكوا دمتي هتنزل مفاجات تانيه كتير مش هحرقها ولا هقولها، تمام؟ عايزين لايكات يا جماعه كتير واشتراكات كتير، احنا بنتعب في الفيديوهات. ايوه، عشان الايام الجايه باذن الله هنعمل مفاجات على قد ما نقدر، ادعمنا عشان نقدم لك احسن حاجه عندنا. تمام. برضو قلت واحنا بنقول المفاجاه الحلوه دي هنجرب كيلوجز بالكبد الاسكندراني والسجق الشرقي. جايبين السجق الشرقي، كيلوجز نودلز واندومي، عشان نعمل بهم تحدي، ايه، نعرف ان هول لجمة في الطعم في الاثنين، تمام؟ وبرضو جايبين الكباب، هنجرب الكباب ونجرب الكبده. الكباب والكبده اللي هم طبعا لسه نازلين جداد، في ناس كتير اكيد لسه ما دقتهمش، فاحنا جبناهم ايه عشان ايه ندوق كده ونقول ايه راينا فيهم. ماشي، حط كسنه قدامك. ماشي، يلا نجهز الحاجه. يلا. بصوا يا جماعه، تمام، عشان انا جيت اصور البتاع، عشان بتصور بالتليفون حسيت ان المكرونه طبق رز، تمام، عشان ايه زي ما انتم فاهمين، فانا هوريلكم البتاع عن قريب، نروح ونشوف. بصوا ده يا جماعه نودلز الكبده الاسكندراني، وده الكباب. بصوا انا قلبته بالغلط، وده نودلز الكباب، وده الاندومي، وده الاندومي السجق، وده النودلز السجق. هنقلب وهنرجع لكم، نرجع لكم بعد ما لخبطنا البهارات، تمام، في المكرونه. هنجرب، تعال نجرب الكبده الاول، تعال نجرب الكبده. ماشي، بالنسبه للكبده تحس ان ايه فص ثوم وبصل كده مع الكبده متشوحين، لا 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 ريحته حلوه، قبل ما اكل كده ريحته حلوه. بسم الله. بصوا انت مفكره جبنة موتزاريلا. ايه ده، انا طلعت كتير قوي كده، لا مش عاوز كتير قوي كده، لسه ايه ما طعمتش قوي. انت مش بتبقى ايه ده ايه ده ايه ده، طب وسط الدنيا يا جماعه، هو طعم الكبده ظاهر قريب من طعم الشيبسي الكبده، يعني في شيبسي كبده اصلا، لا طعمه حلو، طعم الكبده في ظاهر بس مش قوي، بس هي حرقه سنه، وبرده نفس الريحه دي بتاعت الثوم والبصل مشوحه. بس هو حرق سنه، عامل شبه الكبده المشطشطه، مش حاسس بطعم الحرفي خالص. لا حرق، يمكن عشان ماشي طيب. يمكن عشان انت ما بتاكلش حار، انا ليا في الحار. ماشي، انا ما باكلش حاجات حاره، لا انا ليا في الحار، وليا ليا قوي في الحار يعني.
بس هو طعمه معقول. هو طعمه لا حلو. يبقى انا من عشاق حاجه اسمها كده. يعني انا اكل اي حاجه بس يكون فيها كده. تمام. انا كتقييم هديله 19 لان انا بموت في الكبده. يعني انا بموت في الكبده على نفسي. 9 من 10. انت بالنسبه لان انت بتحبش الحراق وهي سنه حراق طبعا مش من وقت الكبده قوي بس هديله نفس التقييم 9 من 10. ماشي. مش من وقت الكبده بس هي طبعا مش من وقت الكبده بس هو البهارات بتاعه النودلز الحق انا بحبها اكتر من بهارات الاندومي. بحس اللي هي قويه في البهارات بتاعتها بس هي المكرونه يعني هي ماسكه نفسها بس مش قوي بس لا هي ماسكه نفسها عن الاندومي وبتستوي اسرع من الاندومي. ماشي انا عجبتني وانا اصلا بحبها يعني. ماشي اضرب يا حبيبي. نخش على اللي بعده الكباب. الكباب قبل بس ما ناكل استنى بس استنى ريحته طالعه عارفين زي ايام الشيبس اللي بالكباب. الشيبس يعني مش نفس التايجر لا هو ريحته قريبه من ريحه الشيبس الكباب. كل دي معلقه طبق كبير. بص المكان بتاعت ايه بالنسبة لما خدت معلقة صغيرة فمش شغالة قوي معايا. طعمه لو مظبط اللي عامل طعمه كبهارات شيبسي كباب مش هيطلع جامد جدا جدا. هو عامل شبه بهارات الشيبسي كباب بالظبط. هو تقريبا اتفق مع شركة شيبسي. يجيب منها الخلطة السرية. طلع بالميل. انت حاسس انك بتاكل شيبسي كباب بس على هيئة مكرونة. انت حاسس ان انت دافس شيبسي كباب جوه المكرونه. يعني ممكن مثلا ايه اكنك ماسك البطاطس بتاعه شيبسي الكباب ومفرفكها على المكرونه. بص الطول قد ايه؟ كل ده طول. بهدلت المكتب. طعمها رهيب. طعمها رهيب 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 رهيب. بس بالنسبه لي الكبده عشان الكبده طعمها اقوى. انا حسيت بطعم الكبده اكتر. يعني تحس ان الكبده طعمها اقوى شويه عندي. ده يا جماعه هنديله تقييم 9 من 10. لا سيبش 9 من 10. ده ياخد تقييم 8 من 10. انا نفسي اديله 9 من 10 ان هو شغال قوي ده عشان البهارات بتاعته عالية. ماشي. بصوا انا داخل على الكلوبز بالسجق الشقي واحنا خلي بالكم مش حاطين اي شطه في اي حاجه. احنا اكلنا من غير شطه. بس هنشرب شويه ميه عشان الطعم ايه ما يخلفش معانا. هتشرب ميه تاني؟ هنشرب ميه ونخش على الطبق اللي بعده. الطبق اللي بعده السجق الشرقي. السجق الشرقي بصوا ريحته فظيعة بيفكرني بحاجة أنا أكلتها قبل كده شومة. هو النودلز قبل كده دوت السجق الشرقي فظيعة. فاكر الشومة؟ السناكس الشومة. كان في شومة بالسجق تقريبا ريحة نفس الريحة بالظبط. ماشي البهارات داخلة قوي مع ال وبعدين بص ماسكة ماسكة وتحس إن أنت بتاكل مكرونة برتقالي. طعمها حلو. طعم ده فظيع. أنا لسه ما دوتهاش. ده افضل طعم اصلا في الاندوم معمول بالظبط بس هي مشطشطه شويه. هي مشطشطه شويه بس هو كده بتاكل سجق شرقي بالظبط. احنا مش حاطين في الشطه في اي حاجه. بس هو مشطشطش. انت اجي بص انا اكل حته كانت عامله ازاي شبه دي. انما انت اكل اصلا حته انت مش عاملها مش مقلبها. بس هو طعمه حلو وحلو قوي كمان. معلقه تاني عشان دي ايه بيتش اوبو. لا هو طعمه جميل. كفايه كده خلاص.
شطشطة السجق فيها باين بوضوح جدا مش حادقة طعمها فظيع بس مش هديلها تقييم غير لما اجرب الاندومي او ممكن اديلها تقييم واجرب برضه الاندومي كتقييم بس هي مش شطشطة لو اتحط معاها شطة لو راجل يبقى كل عشان ده حرقها موت هتبقى نار بس هي كشطة مظبوط وكبرضه البتاع بتاعتها مظبوط قوي والسجق باين يعني السجق باين عن الكبدة والكباب سجق باين قوي خش على الطبق اللي بعده خش على الطبق اللي بعده الاندومي بالساجو بس انا مشرب لي بق ماي بداية ريحته غير الكيلوجز وريحته مش قوية اوي بس لونه مش زي الكيلوجز يعني مش قوي اوي وده حاجة انا بحبها تحس اللي هو اخف سن بس دي انا برضه حاجة بحبها محبش البهارات اللي تكون اوفر هو النودلز تحس اللي بيخدم البهارات بتاعته اكتر البتاع مش عايز تطلع من ده لا ما البهارات بتاعته ضعيفه ضعيفه قوي تحس ان انت بتاكل ايه اقول لكم عارفين الجمبري اللي شبه الجلد كده لا والله لا مش البهارات بتاعته يعني انا كل انواع الاندومي بحبها وبيبقى طعمها جميل جدا بس البهارات بتاعته فراخ بلدي بقى وفراخ متبله وفراخ عاديه ولحمه بقى ولحم بقري اقوى حاجه فيهم بس كسجق انا مش مقتنع بيه الصراحه برضه عشان ايه ما نظلموش هندق ايه معلقه تانية لا بس انا عجبتني اللي هو مش اوفر اوفر البهارات تمام لا هو بهاراته ضعيفه جدا وانا بحب حاجه زي كده ما بحبش البهارات الايه عشان برضه ايه نحكم عليها ايه بالعدل مش معنى تلاقي معاك صغيره وتلاقي معاك كبيره يعني بهارات النودلز اقوى ايه هتدي الاندومي تقييم ايه يعني اللي يكسب في التحدي كاندومي مثلا ياخد 7 صح كاتيلوجز مع سن الشطه الحلوه دي والروعان اللي انا برضه بحب السجق بحب الحاجات الحراقه ده في ده مش حراق ده مش حراق زي ده تمام ده حراق بس على خفيف ده ممكن اديله مثلا تقييم برضه 9 من 10 ها تاخد 9 من 10 مرتاح لان النودلز في السجق حاجه فظيعه وده 7 ماشي ما يستاهلش اكتر من شايف سنة. فكره ان الاندومي تعمل طعم السجق مش داخل قوي معاه نودلز لما بينزل قطعه مختلفه بيخدم البهارات جدا وقطع يعني بالنسبه لرأي الشخص مش عارف ممكن ناس ده طبعا ده رايي الشخصي ممكن ناس تكون بتحب الاندومي اكتر وخلي بالك انا بحس ان بهارات النودلز اطول مش احلى حاجه في الاندومي اللحم البقري في اللي هو الشعريه ده اللي اسمه ايه؟ شعريه مقريه ده سعودي بس الفظيع لا ده منتج سعودي كان اسمه شعريه مقريه ده كان فظيع بس ياني 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 طعمه كان فوق التحفه كان احلى حاجه عجبتني الصراحه في الاندومي ماشي طبعا عملنا لكم مفاجاه وفي مفاجات نازله باذن الله من دومتي وقارنا لكم ما بين السجق الشرقي والسجق والسجق بتاع الاندومي في مفاجآت كتيرة في القناة يعني هتلاقي محتويات كتيرة مش هنثبت على محتوى واحد عشان برضو انتوا عارفين مش هنثبت على محتوى واحد احنا هنعمل قناة جيمنج العاب
والقناه ديت هتبقى ايه كل حاجه يعني، ممكن فلوجات ممكن كوميدي لسه يعني، هيبقى فيها تحديات فيها حاجات كتيره. ايه يوسف انت شكلك جعان عشان كده قاعد تضرب. ايش طب يلا نفنش. ما تنساش باللايك والاشتراك، ما تنساش باللايك والاشتراك، ما تنساش باللايك والاشتراك. اشرب بقى ميه، اشرب بقى ميه الاول. اكتب لنا في الكومنتات الفكره اللي احنا عملناها بتاعت دمج القنوات دي حلوه ولا لا؟ صح. ولو دوت الاندومي قول لنا اكتر نوع حبيته هو ايه؟ تمام؟ وما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس عشان اول ما ننزل فيديو كده يوم جاي ضارب في وشك. ونشوفكم فيديو جديد نار جدا. سلام.